الأسبوع الماضي طلعنا صورنا نايت فوتوغرافي، طلعنا صورنا بكفر دبيان. الجو كان مغيم شوي فتغيرت البلان بالتصوير، كان في قمر، كان الضو حلو، فكنا بدنا نصور شيء، عاملين الخطة انه نصور شيء، غيرنا البلان. فاليوم راح احكي لكم عن الجير اللي اخذناها معنا، بحلقة ثانية راح احكي لكم عن الصورة اللي صورناها، اكيد اليوم بورجيكم الصورة اللي صورناها، بس بحلقة جاية بورجيكم كيف صورنا هاي الصورة. اوكي، خلينا نبلش بالموضوع. اول قطعة راح احكي لكم عليها هي الترايبود، واللي هي تعتبر من العناصر الكتير مهمة بالتصوير وخصوصي باللاندسكيب. هذا الترايبود اللي معي هو كاربون فايبر، ثلاثة سكشن كاربون فايبر، هو تويست لوك. شو يعني تويست لوك؟ يعني تويست، تبرم هاي القطعة بقوم بيطول. أنا جايب له مسكة مشان أقدر أحمله من هون. الماركة تبعه إن رول، راح أحط لكم السبيكس تبعه بالفيديو كمان مشان إذا حدا بده يشوفه. يعتبر ترايبود رخيص نسبيا لطوله، بيرتفع معي لمترين إذا ما لي غلطان. هاي المسكة أنا بحب أمسكها لأنه بس يكون هذا الترايبود ومعه الجير هيد الركبان، فبصير تقيل وقت بتمسكه من الرجل، بصير بيفلت وبيلبكك. وأكيد له هون اللوك تبعه مشان كمان ما يفلت معك. فأول قطعة أنا بركبها على الترايبود، الترايبود بيجي معه هي الفوت، هي رابر فوت. يفضل تستخدم هاي على البلاط أو على الخشب أو على هيك أرضيات. وقت أنا عارفان إنه الأرض اللي بدي صور عليها هي ممكن تكون بحص، فأنا بركب هي الفوت، بركب له إياها، هي الفوت ستانلس ستيل مشان وقت على البحص ما بيزحط، وهي الرابر فوت ما لها ديزاين لتستخدم على البحص، فهون بيكون في عنده جريب أحسن. أوكي، فأنا جايب من هدول الثلاثة وبحطهم هون مشان يركبوا عليه. بس أكيد هلأ راح أفكهم مشان ما يحطوا لي الطاولة. إذا شايفينها هيك منيح هيك أحسن. أوكي، الشغلة الثانية اللي بركبها عليه هذا الترايبود ما بيركب عليه الهيد دغري. ليش ما بيركب عليه الهيد دغري؟ لأنه هو لازم تركب عليه قطعة اسمها هاف بول هيد. الهاف بول هيد راح تركب على الترايبود من هون من جوا، هاي الهاف بول هيد، هاي الهاف بول هيد راح تركب عليه. هي بيستخدموها للفيديو بس معلش أنا عم بستخدمه حتى للفوتو بيشتغل. بركبها عليه وبعدين بدي ركب الترايبود هيد تبعي. لهي السيشن أنا عم بستخدم شيء اسمه جير هيد. الجير هيد اللي عم بستخدمه هو مانفروتو جير هيد. خليني بس ركب هاي. هلا إذا بوقف بيكون أحسن. هيك فرده. فصار عندي هلا هيك، صار الترايبود جاهز لياخذ الهيد اللي بدي ركبه. شيل هدول من وشي وابطي كمان شوي. اوكي، هلا صار الهيد تبعي جاهز. هذا الجير هيد اللي بدي استخدمه. شو يعني جير هيد؟ الجير هيد بيتح لك انه انت تتحكم بالحركة تبعه على ثلاث محاور، كل محور لحاله. يعني انا اذا بدي دير الكاميرا يمين وشمال، ركبه على الاخير. اوكي، بعمل تويست وبحرك يمين وشمال، واذا بدي حرك فريكشن في فريكشن معينة، اذا بدي زيحها لفوق او لتحت هيك او هيك. اذا بدي فريكشن بس هاي بحركها فبيعطيني فريكشن شوي شوي. هي كتير مهمة لأنه إذا بستخدم بول هيد، البول هيد كتير بيعذبني لحتى أعمل نقلات ملي ملي ملي، ما بقدر أستخدمها ملي ملي ملي. فيمين وشمال لفوق ولتحت، وفي عنده كمان هون سايد ويز. أوكي، كمان هاد بول هيد مانفروتو، كمان راح أحط لكم، مو بول هيد، جير هيد مانفروتو، هلا بحط لكم السبيكس كمان تبعه بالفيديو. كتير مريح. هلا هذا بس تشيله الوزن تبعه بصير وازن، اذا بدي احرك من لوكيشن للوكيشن بس ضبه
بلاقي انه هاي الايد بتكون باللوكيشن تبعها، بحملها من هون فبتكون عمليتي اسهل. اوكي خلينا نشيل هذا على جنب، وغراض هدول على جنب. هاي اذا ما شفتوها منيح ليك هاي قدامكم، نشوفوها كيف مثل التاج، تثبت على الارض ما بيعود بيسحب. اوكي طيب، القطعة الثانية بدنا نحكي عنها الشنطة اللي اخذتها معي، اللي هي شغلة كتير مهمة، اللي هي جاك وولفسكن. هاي الشنطة ليش كتير مهمة؟ لأنه هي فيها تو كومبارتمنتس، هذا الكومبارتمنت فيني حط فيه الجاكيت تبعي وباقي القصص، وهون فيني حط فيها الكاميرا. هلا رح نفتحهم ونورجيكم اياهم. الشغلة اللي كتير مهمة هي هذا الاختراع. هون في كيج مثل معدن، وهون في فنتيليشن سيستم، فبتحطها على ظهرك وانت بتمشي. اول شيء الشنطه شاده على حالها ما عم تتني، ثاني شغله في فنتيليشن سيستم ما بتعرق على حالك. هلا هاد اذا ماشي فتره طويله هاد بتربطه على خصرك بتثبتها، ومن هون كمان في التثبيته تبعها لتثبت، ومثل ما كنتم شايفين كتير بادد ما بتحس بوزنها. المهم نفتح اول كومبارتمنت، حاطط فيها الشماغ تبعي، وحاطط فيها الجاكيت، وحاطط فيها كمان فيست لحتى بس يكون برد. لكو قد ايه وسعانه هي الكومبارتمنت، وكمان ظريفه لانه انا بس بفتحها بقدر احط فيها لابتوب اذا كنت بدي اخذ لابتوب. هي هي الكومبارتمنت. هلا من هون شو اخذ معي؟ جير كمان. هون اخذ معي بلور حتى اذا فاتت غبرة على اللينس نظفها بالسايد، واخذ معي اديشنال باتريز تنتين اخذ معي، اخذ معي الباور بانك تبعي مع الكيبل تبعه حتى اذا فضيت البطارية، اخذ شغلة كتير مهمة هاي راح تعجبكم اللي هي كام رينجر. الكام رينجر شو هي؟ هي ريموت كنترول. هاد في منه للفوجي، في منه للكانون، في منه للنيكون. كام رينجر بتوصله على الكاميرا، وفي ابلكيشن على الموبايل، فبتصير بتتحكم بالكاميرا من الموبايل، فهو ريموت تريجر وكاميرا كنترول من الموبايل. فاخذ معي هاد، بس هذا بيصرف بطارية كتير للكاميرا، مشان هيك اخذ معي انا تو اديشنال باتريز. واحيانا اذا عمل معي مشاكل او فضيت بطاريته اخذ معي التراديشنال ريموت كنترول الريليس، لانه بس تصور بالنايت فوتوغرافي والشطر تبعك يكون طويل ما لازم انت تعمل ريليس بايدك، يا بدك تحط الكاميرا على تايمر يا بريموت كنترول لحتى ما تهز الكاميرا معك. اوكي اخر كومبارتمنت لنشوف نحن شو اخذين معنا اكوبمنت. شايفين هذا الكومبارتمنت هون، ده اخر واحد. اذا بفتحه انا حاطط معي هون هيك اذا مبين لينس وكاميرا ولينس. هلا هذا بيجي معه بادز فيك تقسمه، بس لو ورجيكم قد ايه كبير. انا حاطط فيه لينس 500 ملي بي اف اف 5.6، هاي اخذها معي احتياط اذا لقيت في لاند سكيب ممكن صور فيه بتليفوتو. واخذ معي ال دي 850، وحاطط عليها ال 20 ملم 1.8، هاي اللي انا كانت المين كاميرا تبعي ال 500 ما صورت فيها. واذا بتنتبهوا هون انا حاطط لها الاي بيس تبعها، انا بحب هاي الاي بيس لانه بس تصور بتكون عملت لك سيلينج على عينك ما بيفوت عليها اي ضوء، بس كمان بالنايت فوتوغرافي ما بتلزمك هي الاي بيس، بس اني هو انا بخليها هي دائما على الكاميرا وما بشيلها. واكيد كمان هون في هون كومبارتمنتس زياده اخذ فيها اديشنال ميموري كاردز لحتى ان كيس، هذا اكس كيو دي كارد لانه الكاميرا بتاخذ نوعين، واخذ كمان اديشنال اس دي كارد.
فهذا كل شيء انا بدي لكم اياه اليوم. شوفوا هي الصوره، هلا رح احط لكم اياها وانا عم بحكي هلا. شوفوا هي الصوره، هي الصوره هي دبل اكسبوجر، او هي دبل اكسبوجر دبل فوكس، هي صورتين فوق بعض عاملهم اديت انا. بالحلقه الجايه رح احكي لكم كيف عملنا لها اديت وكيف اخذناها وشو السيت اب اللي عملناه بهي الايكويبمنت. بتمنى يكون هذا الفيديو اعجبكم. بليز اكبسوا على سبسكرايب ونوتيفيكيشن بتن ليصلكم كل شيء جديد منا، والى اللقاء في حلقه جديده. باي باي.